السلام عليكم ومرحبا بكم. انا ليلى من باب ليلى، جيتكم اليوم بوصفه الفوندون. وشنو هو الفوندون؟ الفوندون هو المعطر الطبيعي اللي احنا نديروه في باب ليلى باز دو سير دابي، ويجي بديفيرونت فورم. عندكم كاع هذو الاشكال تقدروا تعطروا به المنزل تاعكم ولا لي فيتمون تاعكم، حوايجكم، ولا تحطوه كاريمون دون فوتغ فاليز كي تروحوا فواياج اي تو. المقادير اللي نسحقوهم في هذه الوصفه اللي هي وصفه لي فوندون هما لا سير دابي، معطر طبيعي ولا الزيوت الاساسيه اللي حبيتوها، هادو لي روز، لو رومارين، دي سيل دو بان، لي سيل تاع الهيمالايا، كاع توت سورت دو سيل، سيل ديبسون اي تو، هادو كامل تسوقوا بهم داكور لي فوندون تاعكم، وتسحقوا دي مول ايمولون سيليكون. ودوكا نوريكم طريقه التحضير تاعو. دونك تقدروا ديروا هاد لاسير دابي ولا عندكم لاسير دابي بروت، هذيك اللي تجي فونسي ان بو مارون، سا مارش اوسي. نحطوا لاسير دابي تاعنا ونروحوا نذوبوها ونعاود نولي لكم. كاو ليك الريزولتا كي تذوب لكم لاسير دابي تاعكم. وحنايا دوكا كي دابت نحطو لي زاروم ناتوريل. انايا جي شوازي دو لويل اسونسييل اللي هي الزيت الاساسي تاع لوكاليبتوس. وعلاش تاع كاليتوس؟ باسكو هو معقم طبيعي داكور، راح يعقم لكم المنزل تاعكم وتقدروا ميو ريسبيري شي فو داكور. كملنا مع لويل اسونسييل تاعنا، واش نديرو؟ نعمرو لي مول. دونك انا نعمر لي مول تاعي ونولي لكم. هام ليك لي فوندون تاعنا واجدين. وكيما شفتوهم من قبل، انا حطينا لا سيغ تاعنا، حطينا دابور لي زيليمون تاعنا ديكوراتيف اللي حبيتوهم، ومن بعد تحطوا لا سيغ تاعكم، ديموليوهم يخرجوا لكم هكا في هذا الشكل. تحطوا الفوندون تاعكم فوق ان برولور، تجيبوا الشمعه تاعكم تشعلوها. راني وريت لكم كيفاش تعطروا البيت تاعكم، وتقدروا تعطروا بها الملابس تاعكم ولا لي فاليز تاعكم ولا نيمبورت كان اوندرو. تحطوهم تشرو دي بورس ولا تصنعوهم في البيت وتحطوهم في لي بورس تاعكم، تغلقوا عليهم اي فوالا لو ريزولتا. سينون ولا ما حبيتوش تخدموا لي فوندون تاعكم في المنزل، مرحبا بكم عندنا في باب ليلى. تصيبوا كامل الاشكال اللي تحوسوا ليها، كامل الالوان، لي زاروم اللي حبيتوهم. وباب ليلى ماشي غير لي فوندون، بيان سور تقدروا تلقاو كامل الكوزميتيك ناتوريل. والسلام.